الطالبات والطلبة الأعزاء، مرحبا بكم في سلسلة دروس علم الاجتماع المتعلقة بوحدة سوسيولوجيا النوع. الحلقة الأولى سوف تكون حول مفهوم النوع، وفي هذا السياق ستكون الأسئلة التي سوف نجيب عنها كالتالي. إذن سوف نتعرف في البداية على المفهوم وسياقه، ثم الأطروحة المركزية لمفهوم النوع، ثم الأطروحة المضادة أو الأطروحة المعترض عليها، وبعدها سوف نبين البعد النقدي لسوسيولوجيا النوع في تجاوز الكتابات النسائية أو الحركية. ثم سنبين أيضا أهمية سوسيولوجيا النوع في عالمنا الراهن وصولا إلى استنتاجات أساسية. طيب، في البداية مفهوم النوع أو الجنغ بالفرنسية هو لفظة مشتقة من اللغة الإنجليزية جندر، برزت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الستينيات القرن المنصرم، ولم تصل إلى فرنسا إلا في تسعينيات القرن، وذلك في سياق تمييزه أي النوع طبعا عن مفهوم الجنس، الجنس ببعده البيولوجي الذي يحيل طبعا على الاختلافات الجنسية الظاهرة والعلنية للجنسين ذكر وأنثى. مفهوم النوع تم توظيفه في كتابات متخصصة، وبالتدريج انتقل إلى الأوساط التعليمية وبالمؤسسات المختلفة ومجالات العمل، ووصولا إلى كافة مستويات الحياة اليومية. ومن ناحية سوسيولوجية، لعل ما يهمنا أساسا هو أن مفهوم النوع يستحضر كما نعلم مجموعة من المفاهيم الكثيرة المتشابكة والمترابطة مع هذا المفهوم، من بينها العلاقات بين الجنسين، تفاوتات أو المفاضلات بين الجنسين، إقصاء النساء، الهيمنة الذكورية أو البنية الباتريكية. في هذا السياق طبعا لا يمكن إلا أن نسجل أن سوسيولوجيا النوع انبنت على تراكم أساسي، وهو الذي جسدته الكتابات النسائية أو النسوية فيمينيست، وذلك منذ سبعينيات القرن المنصرم، إلا أننا نسجل في نفس الآن أيضا اختلافها أي اختلاف سوسيولوجيا النوع عن هذه النوع من الكتابات وعن خطابها، سواء من حيث المنطلق أو المنطلقات، أو من حيث المقاربة، أو من حيث الأهداف أيضا. السؤال التالي الذي نعتبره أساسيا ومفصليا، ما هو الجديد طبعا، أو ما هو الجديد الذي تحمله سوسيولوجيا النوع لأن هي اختلفت فعلا كما رأينا أو ما بينا عن الكتابات النسائية، ما هي أطروحتها المركزية؟ لعل أول ما يمكن أن نبتدئ به في هذا السياق هو أن سوسيولوجيا النوع تنطلق من تجاوز التعارض ثنائي للجنسين، كما تعترض على حجة الطبيعة، حجة الطبيعة التي يستند إليها سواء الخطاب العامي الموجود والمتحرك في الحس المشترك، الأحكام المسبقة، الأحكام الشائعة، الأفكار والتصورات التي يتداولها الناس داخل المجتمع، أو حتى الخطاب العالم أيضا، لأن مجموعة من الكتابات سواء القانونية أو الفكرية أو الاجتماعية بما فيها حتى بعض الأفكار السوسيولوجية تورطت في حبائل هذه النظرة التقسيمية، ولهذا فهذا النوع من التصور هو موجود في الخطابين معين، الخطاب العامي والخطاب العالم. النقطة الثانية لأطروحة سوسيولوجيا النوع، وهي أنها تؤكد بشكل أساسي على أن البناء الاجتماعي والتعاقدي هو الأساس في إنتاج وإفراز ما يسمى بالاختلافات والتفاوتات بين الجنسين، سواء تعلق الأمر بما هو ضمني بمعنى غير مرئي أو لا مرئي خفي، وهو الذي يتحرك داخل لا شعورنا الجماعي ولا شعورنا الفردي، أو أيضا ما هو صريح وعلني بمعنى ما يقفز إلى السطح
سواء في الأعمال وتوزيع المهام والمسؤوليات ووصولا إلى حق العمل إلى غير ذلك. النقطة الثالثة وهي أن الهويات المجنسنة سيكسوية بين الذكور والإناث هي وفقا لأطروحتنا هي نتاج اجتماعي أو نتاج للثقافة الاجتماعية وبناء ثقافي عبر التاريخ كذلك. وهنا يجب أن نستحضر مثلا مفعول سيرورات التنشئة التي تستطيع أن ترسخ في الأفراد مجموعة من القيم ومجموعة من التعاليم. وفي هذا السياق أيضا يمكن استحضار تصور سيمون دو بوفوار التي ترى بأن من منطلق وجودي طبعا ينسجم مع التصور الوجودي بأن الوجود سابق على الماهية، وبالتالي لا يولد الإنسان رجلا أو امرأة وإنما يصير كذلك، بمعنى أن المسألة هي مرتبطة أساسا بسيرورة، بسيرورة لها علاقة بالتنشئة ولها علاقة بالتطبيع ولها علاقة بمفعول التربية التي يتلقاها الفرد والإعداد للأدوار المنوطة بكل من الجنسين. إذن نستخلص دائما مع أطروحتنا أن مفهوم الاختلافات الموسعة بين الجنسين هي مصدرها طبعا حجة ديال الطبيعة، ولكن هذه الحجة بالنسبة للسوسيولوجيا هي مرفوضة على اعتبار أنه لا يمكن القبول بأن الطبيعة هي التي وسعت هذه الاختلافات. لا، المجتمع والثقافة هو الذي وسع هذه التفاوتات لصالح طبعا الذكور على الإناث أو لصالح الرجال على النساء. والأمر يتحول ليس فقط إلى تمثلات حول الذكور والأنوثة، وإنما يصبح أيضا ممارسات واقعية سواء في مجال البيت أو في مجال العمل أو في الشارع أو في الفضاء العام وفي مختلف المؤسسات الاجتماعية والسياسية. إذا كانت هذه عناصر الأطروحة المركزية للسوسيولوجيا النوع، إذن ما هي الأطروحة المضادة أو الأطروحة التي تعارضها؟ الأطروحة التي تعارضها كما أسلفت هي التي تستند إلى حجة الطبيعة، معناه أن الاختلاف بين الذكور والإناث هو محض بيولوجي، وبالتالي فالطبيعة هي أصل وهي مصدر كل التفاوتات الموجودة بين الذكور والإناث. ويستفاد من هذا أيضا أن الذكور والأنوثة تصبح هويات طبيعية، تصبح هويات فطرية من إفراز الطبيعة ومعطاة سلفا. مثلا فالحمل والأمومة مثلا يستتبعهما بالضرورة مهام محددة تكيف طبيعتها مع المرأة كالاهتمام بالبيت والأعمال البيتية دوميستيك والعناية بالنشء وصولا إلى مهن تعتبر نسوية أو تعد بأنها خاصة بالنساء. بينما يتصور الرجل على أنه قوي بالطبيعة بالفطرة، ولهذا فهو في مقدوره أن يتحمل المخاطر المختلفة التي ستؤهله فيما بعد لكي يعمل في الخارج، بمعنى خارج البيت أو خارج المنزل. إذن فحتى حق العمل نفسه هو بني على هذه الحجة. العنصر الآخر الذي يمكن أن يميز هذه الأطروحة المضادة هي أن تقسيم العمل وفقا لهذا المعنى بين الذكور والإناث أو بين الرجال والنساء يصبح على أساس أو مبني على أساس طبيعي، طالما أنه يربط النساء بالضعف والوهن والرجال بالقوة. هذه الأطروحة كما أسلفت منذ قليل ليست فقط موجودة في الخطاب العامي والحس المشترك والأفراد البسطاء، ولكن أيضا قد نجدها في كتابات مثلا في تقسيم العمل وهو كتاب أو مؤلف لإيميل دوركيم، نجده متورطا في حبائل هذه النظرة التقسيمية على اعتبار أنه في تقسيم العمل ميز بين ما يمكن للمرأة أن تقوم به وما يمكن للرجل أن يقوم به أيضا. في هذا السياق يبدو بأن سوسيولوجيا النوع من خلال إقامة حجج ضد حجة الطبيعة فتتسم ببعد نقدي لا بد من إثارة انتباه إليه. ويبدو هذا البعد النقدي أولا في التمييز المفهومي أو المفاهيمي كونسيبتويل بين
النوع جندر وبين مفهوم الجنس. الجنس هو معنى صرف بيولوجي. لماذا؟ لأنه يحيل على تفاوتات واختلافات جنسية ظاهرة علنية بين الذكر والأنثى، نميز بها الذكور على الإناث. بينما النوع أو الجندر كما قلنا هو تصنيف اجتماعي، هو بناء اجتماعي، c'est une construction sociale وتاريخي أيضا. من جهة أخرى سوسيولوجيا النوع تؤكد لنا على البناء الاجتماعي الجندري للعالم. فهناك رؤية كونية، رؤية حول الكون، حول العالم، حول الأشياء، تنغرس في التصورات، تنغرس في الممارسات، تتحول إلى أفعال وردود أفعال، وهي أيضا تنخرط في سياق تفاعلي، بمعنى فيما بين الذكور والإناث أيضا، فتصرفاتهم وأفعالهم تنبني على ما تلقوه طبعا من تعاليم وقيم وأفكار، ولهذا فهي تفاعلية. ثم إنها مستعرضة ترانسفيرسال، بمعنى أنها موجودة وتكاد تخترق كل مستويات المجتمع. إذن فالنوع هو محتوى أو مضمون اجتماعي واعتباطي. اعتباطي لماذا؟ لأنه كونفنسيونيل، اتفاقي أيضا، بمعنى أنه يختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى. فهناك مجتمعات ذكورية، بمعنى أن التعاقدات الاجتماعية والثقافية انبنت لصالح الذكور، بينما أن هناك أيضا مجتمعات أنيسية عرفها تاريخ البشرية وفقا كما قلنا لشكل التعاقدات. كما يمكن أن يفرز التاريخ أيضا مجتمعات أخرى بتعاقدات جديدة أو أقل سلطوية أو أقل باتريكية أو أقل هيمنية لصالح الذكور. من جهة أخرى، وهذه نقطة أساسية لابد من إثارتها، وهو أن سوسيولوجيا النوع تجاوزت الخطاب النسائي، تجاوزت الحركات النسائية، تجاوزت هذا الخطاب بالرغم من أهميته. نحن لا ننكر هنا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننكر التراكم العلمي والمعرفي والنضالي والحقوقي للحركات النسائية، ولكن الانتقاد هنا موجه إلى طبيعة الخطاب، منطلقات الخطاب. فالخطاب النسائي كان منخرطا باستمرار في خطاب عام. عام لماذا؟ لأنه يتحدث عن المرأة بشكل عام، لا يراعي الاختلافات بين المرأة القروية والمرأة الحضرية، بين المرأة في المدينة والمرأة في البادية. لماذا؟ لأنه يتصور المرأة ويختزلها وفقا لتصور مبني أساسا على القانون، والقانون طبعا يوحد ويدمج ولا ينتبه إلى الفروقات والتفاوتات الحاصلة في البيئة وفي المحيط في الوسط إلى غير ذلك. هذا نقطة أولى أو انتقاد أول. ثاني هو أنها تنطلق من تشخيص جاهز، وهذا التشخيص الجاهز للأسف خصوصا في الكتابات النسائية الأولى كان دائما يوجه اللائمة للذكر، للرجل، ويعتبره هو الخصم الأساسي للمرأة، والحال أن ربما الخصم الحقيقي هو الثقافة، بينما الذكر والأنثى هم منفذين فقط للتعليمات الثقافية التقسيمية التي هي طبعا لصالح الذكر. ثم من جهة أخرى تبنيها لخطاب سياسي نضالي ميليتان لا ينتبه للبنيات الرمزية أو الخفية. تشريح سوسيولوجي وتشريح عميق للبنيات، للبنيات الرمزية، للبنيات الخفية المنتجة وللهيمنة والتي تعيد إنتاج الهيمنة وتؤبدها. وهذا طبعا ما يغيب إلى حد ما في الكتابات النسوية خصوصا الجيل الأول. لماذا؟ لأنها تنحاز بشكل تلقائي أو أوتوماتيكي للمرأة على حساب الرجل، ثم ترفض، وهذا ما أقره بورديو في كتابه الهيمنة الذكورية، ترفض تحميل المرأة جزء من المسؤولية في إنتاج الهيمنة وإعادة إنتاج الهيمنة. نشير أيضا إلى كتاب آخر مهم في هذا الباب، ينتبه إلى هذا الأمر ويحمل النساء أيضا جزء من المسؤولية فيما يتعلق بالهيمنة وإعادة إنتاجها، وهو كتاب كاميلا كوست دو جاردان، في مؤلف يحمل عنوان دي مير كونتر لي فام، أو أمهات ضد النساء.
إذن ما هي استنتاجاتنا الأساسية أو الكبرى في هذا السياق بعدما تعرفنا على مفهومنا وسياقه منطلقاته الأساسية أطروحته المركزية والأطروحة المناقضة أو الأطروحة المعترض عليها؟ أتصور أن من بين الاستنتاجات التي يمكن أن نتوقف عندها في هذا السياق هو أن سوسيولوجيا النوع لها أهمية، وهذه الأهمية هي عملية بالإضافة إلى الأهمية الإبسيمية أو الميثودولوجية، هي أهمية عملية. لماذا؟ لأنها تسعفنا في تناول موضوع كوني على اعتبار أن المفاضلة بين الذكور والإناث هي ظاهرة كونية عالمية تخترق كل الثقافات، طبعا بمقدار مجتمعات مثلا شمال حوض البحر المتوسط أقل مقارنة مع جنوب حوض البحر المتوسط، ولكن أهميتها تبدو أساسا في اختراق موضوع صعب معقد. لماذا؟ لأنه تلفه أحكام جاهزة، تلفه تصورات واعية وغير واعية، وأيضا تتلبسه مجموعة من الطباعات سواء علمية أو غير علمية، بالإضافة إلى إشكالية الذاتي والموضوعي. وأكثر من هذا، موضوع ظل محتكرا لسنوات طويلة من قبل النساء، وخصوصا ضمن خطابات نسوية مختلفة ومتفاوتة من حيث علميتها ومن حيث أيضا موضوعيتها. النقطة الثانية وهي أن سوسيولوجيا النوع تحررنا من وهم ضخم، من وهم كبير، وهذا الوهم هو وهم يمكن أن أجسده في الالتباس الذي يحصل على اعتبار أن التفاوتات بين الذكور والإناث هي تفاوتات من إنتاج الطبيعة ومن إفراز الطبيعة بشكل فطري، والحال أن هذا الأمر ليس صحيحا، بدليل أنه كما قلنا داخل ثقافات معينة هناك إمكانية لأن يتحكم الذكور، ولكن داخل ثقافات أخرى يمكن أن يعطى هامش واسع للنساء إلى غير ذلك، لأن الأمر يتوقف في النهاية على تعاقدات محض ثقافية واجتماعية. إذن باختصار، سوسيولوجيا النوع تقود وتدمر ما يسمى بحجة الطبيعة، وهو ما يعرف باللغة الأجنبية بلا ديناتوراليزاسيون، إذن نزع البعد الطبيعي عن التفاوتات القائمة بين الذكور والإناث. من حسنات كذلك سوسيولوجيا النوع بالنسبة للطلبة والطالبات وهو الانتباه إلى متغيرات كثيرة في صنع وبناء النوع، مثلا الانتباه إلى دور التنشئة الاجتماعية سواء الأسرة داخل الأسرة بمعنى التنشئة الوالدية أو المدرسة أو الإعلام أو الأمثال المجتمعية والقيم والمعايير التي تتحرك داخل المجتمع، سواء في يعني الانتصار إلى الذكر والذكورة من خلال تفضيلات تعطى لهذا الجنس. فاللعب مثلا، اللعب التي تبدو بأنها موجهة للعب في الواقع هي لعبة جادة، أو قواعد لعبها تتسم بالجدية سيريوز. لماذا؟ لأنه من داخل اللعب ننشئ ونعد رجلا بمواصفات معينة، وننشئ ونعد امرأة بمواصفات معينة، المسدس مثلا للذكر والدمية للأنثى. إذن المسدس رمز للقتال، للشجاعة، للبطولة، للذكورة، للرجولة أيضا، لا فيغيليتي حتى بالمعنى الجنسي أيضا، والأنثى الدمية بمعنى أنه نموذج لربطها بالمهام البيتية أو المنزلية دوميستيك. الاحتفالات كذلك والطقوس والأعراس التي نجدها في مجتمعاتنا وفي مجتمعات مختلفة طبعا، أننا نتحدث عن ظاهرة كونية، هي أيضا تحمل هذا البعد التنشئوي التطبيعي على الأدوار وعلى الانتظارات أيضا الاجتماعية الثقافية من هذين الجنسين. الصور النمطية التي تتحرك في المخيال، في الأراجيز، في اللغة، والتي تسكن العبارات المسكوكة حول ما ينبغي للذكر أن يقوم به وما لا ينبغي له أن يقوم به، وما ينبغي للأنثى أن تقوم به وما لا ينبغي لها أن تقوم به، كل هذا طبعا ليس بريئا وليس محايدا، وإنما هو مسكون بنظرة تقسيمية منحازة بشكل أو بآخر للذكر وللرجل على الأنثى. حتى البرامج التعليمية نفسها
برامج تعليمية من خلال صور في الكتاب أو من خلال بعض النصوص، فهي أيضا متورطة بشكل أو بآخر في حبائل هذه النظرة التقسيمية. أيضا سوسيولوجيا النوع تنبهنا إلى الانتباه إلى تفاصيل كذلك دقيقة، مثلا في العمل البيتي باستمرار يطرح السؤال لماذا اقترن بالنساء. يمكن أن نتحدث عن الحمل والولادة أنه ربما مهمة مرتبطة بالنساء، ولكن العمل المنزلي لماذا اقترن أساسا بالنساء؟ إذا الأمر لا يمكن أن يكون طبيعيا، الأمر هو نتاج للمجتمع للثقافة. كذلك المجال الوظيفي، المجال الوظيفي ليس بريئا، هناك مهن معينة داخل المجتمع اعتبرت باستمرار بأنها نسوية وعلى الرجال أن يبتعدوا عنها، وهناك مهن أخرى بالعكس اعتبرت بأنها صرف ومحض أنثوية، ولهذا على النساء أن يقبلن عليها. إذن لاحظوا أن هناك تدخل عنيف، ولكنه عنف لا مرئي بلغة بوغديو، عنف غير منظور أو غير انفيزيبل، لا يمكن الانتباه إليه. لماذا؟ لأنه موجود في ثنايا وفي تفاصيل ربما قد لا تبدو. هذه النظرة هي أيضا هي لعبة مواقع، لا يمكن أن تكون مفصولة عن لعبة مواقع. هناك إصرار باستمرار على إقصاء المرأة من مواقع الريادة، من مواقع الزعامة، من المهن الأساسية الكبرى كالاقتصاد والسياسة وصنع القرار، بينما يزج بها في مهن ربما ووظائف نعتبرها أنثوية، بيغوتيك، مكتبية، لها علاقة بالمساعدة، مساعدة الطبيب، التمريض، الاهتمام بالنشأ، عروض الأطفال إلى غير ذلك. إذن فهذه المهن طبعا ليست اختيارات نابعة عن اختيار حقيقي، ولكنها نساج لتنشئة ولإعداد، وأيضا هناك رؤية وراءها تدفع في اتجاه أن يتبناها الذكور وأن يتبناها الإناث. من حسنات كذلك سوسيولوجيا النوع أنها تكشف عن البنيات التاريخية المسؤولة عن التفاوتات بين الجنسين، وهنا يمكن أن نتوقف عند ما يسمى باللاشعور الجمعي الذكوري الذي يحمل تصورات حول أهمية الذكور وبطولاتهم. يمكن أيضا أن نتحدث عن الذهنية الثراثية الأبيسية، وهي موجودة مثلا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية في نوع من الفهوم الفقهية المنحازة بشكل أساسي للذكر، والتي تقصي بشكل أو بآخر المرأة من دائرة المقدس ومن دائرة السلطة ومن دائرة الريادة، فهوم دينية تقليدانية مغرقة في التقليد. لكن أيضا نجد أيضا حتى القيم الرأسمالية المتوحشة التسويقية، فهي أيضا تسلع المرأة وتتعامل معها كجسد، وبالتالي فهي لا تنصفها، ففي الحين فبقدر ما أنها توهم المرأة بأنها أفردت لها مهن جديدة ومهام ووظائف كبرى، ولكن في واقع الأمر تحولها إلى سلعة، وهذا لا ينفصل عن سياق القيم التسليعية والتسويقية التي استحالت فيها المرأة إلى مجرد جسد، سواء في الإشهار أو في غيره من المجالات. من حسنات كذلك سوسيولوجيا النوع أتصور أنه يكشف على أن النوع ليس مجرد إشكالية نظرية أو طرف فكري كما يمكن أن يفهم، ولا هو أيضا إشكالية هامشية، بل إنه قضية مركزية تخترق المجتمع، تخترق حياة الأفراد وتفاعلاتهم اليومية كما قلنا في الشارع، في الفضاء العام، في المؤسسات إلى غير ذلك. فهناك بعد ثقافي رمزي خفي للمفاضلة بين الجنسين، وهو ما نجده في اللغة، في السياق الكلامية الواعية واللاواعية، أحيانا في لغة الجسد، في العلامات والرموز التي نتفاعل بها ونتواصل بها داخل المجتمع، سواء بشكل شعوري مقصود أو واعي، وأيضا بشكل لا واعي ولا ننتبه إليه. أريد أيضا أن أبين بأن النوع هو بناء سياسي كذلك، لأنه قلنا بأن لعبة المهن والوظائف هي لعبة لا تنفصل عن قواعد معينة مرتبطة برهانات السلطة والريادة، ولهذا فالنوع هو بناء سياسي أيضا. وهنا يمكن أن نتحدث عن البعد الإيديولوجي الثاوي أو المضمر للإيديولوجيا الذكورية،
على اعتبار أن هناك أطراف عديدة تحاول أو تسعى بشكل أو بآخر لإقصاء المرأة كما قلنا من دوائر القرار، من دوائر السلطة، سواء في الأحزاب، سواء في المؤسسات النقابية أو غيرها. ولهذا أختم بأن قضيتنا هي غير بعيدة عن مدارات ورهانات السلطة داخل المجتمع. انتهت هذه الحلقة وموعدنا مع حلقة أخرى، وشكرا لمتابعتكم.